السلام على الشهداء، السلام على أبطال غزة، السلام على نور الدين بركة، السلام على موسى القرة، السلام على شهداء العز والفخار، السلام على أبطال المقاومة الذين يسطرون في هذا الوقت أروع البطولات. أهل غزة ومقاومة غزة ومقاومة الشعب الفلسطيني الآن يواجهون المحتل بصدورهم العارية. توقف الآن مرحلة هذا العدو واستكبار هذا العدو وتماهي هذا العدو، توقفت في هذا المرحلة. المقاومة الباسلة بكل فصائلها توجه الرسالة المباشرة للعدو الصهيوني: الآن بدأ عصر الرد. إن قصفتم قصفنا، وإن ضربتم ضربنا، وإن قتلتم قتلنا. الآن المقاومة تقدم أروع البطولات وتسطر عهدا جديدا في مواجهة هذا العدو المتغطرس الغاشم. تحية لأبطالنا، تحية لشعبنا، تحية لمقاومتنا، والنصر والخروج لشهدائنا وشعبنا الوطن.